هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. كله تمام. جاهزين لتحدينا؟ يلا. مش راح نطول عليك. لا لا، رجعت معلوماتي لعمي امبارح، ما تخاف. طيب اوكي، درستي منيح؟ درست. درستي كويس. نيمت عمر وعدت ادرس. طيب، حبي انا ابلش بالاسئلة. يلا انت بلش. طيب. السؤال الاول مجد. انا هو تحدي وعشر اسئلة انا بسألك اياها، اوكي وانت بتساليني. يلا. اتفقنا؟ تمام. ما هي العضلة الأكثر مرونة بجسم الإنسان؟ حدد، بنات ولا شباب؟ لا بس إنسان. إنسان. كل ما يكثر. ممتاز، زي بي. سؤال عندك. يلا. سؤالك هو إيش السعرات الحرارية بكاسة المي؟ سهلة أسامة، سهلة. دائما بقول لكم اشربوا مي، ليه؟ لأنه صفر. صفر، ما فيها. صفر. 100%. ممتاز. يلا. سؤال بقول لك، من هو أو ما هو أطول الأنهار بالعالم؟ طيب، شوف، أطول نهر بالعالم مفروض موجود عندنا بالدول العربية، فهو نهر النيل. هو لا سمنيل. لا لا. بس لو إنك سأله قبل شوي. اللي بدري بدري. ماله نهر السين. تفضلي. يلا. سؤال عندي. كم عدد أسنان الجمال؟ سهلة سهلة أسامة، أسنانك بلس 2. سؤال لك ستة عزيزة. يلا. أقول لك، ما هي اللغة الرسمية للأرجنتين؟ إسباني. إسبانيا. إسباني. إسباني. متأكدة؟ اللغة الرسمية للأرجنتين؟ مفروض. حلو. مش البرتغالي. البرتغالي حكيتها قالوا لي لا. قلت برتغالي وقلت مكسيكي وقلت إسباني، خلص مشي لي إسباني بتطلع غلط. أكيد. برتغالي طلعت. لا ركزي. إسباني مكسيكي. إسباني. طيب إسباني حكيتها 17 مرة. بحاول. الله يسامحك. بتموه قاعد. سؤال عندك. يلا. إيش لون الشمس؟ أبيض. أبيض. برافو عليك. شكرا لك. طيب أوكي. إيش هي العضلة الوحيدة بجسم الإنسان اللي بتعمل بدون أي دعم من الهيكل العظمي؟ ممتاز. هلأ برمضان ما بتكون شغالة الصبح كتير، هو لسان مضلسة كتير، مخزن مية. إيش يا سعاد كل أسئلة حقيقة لمجد جوابهم لسان؟ شوفي كتر ما بحكي ما أفهمين على بعض. إيش صوت الضفدع؟ إيش اسمه لصوت الضفدع؟ مش هيك من الضفدع. بس إلي بالنون، بالنون بتبلش. نقيق. نقيق، يا عيني عليك. ما هو المعدن الوحيد يا مجد الخطيب؟ ايوه. الذي يوجد بحاله سائله. زئبق. زئبق، الله عليك. صح. بل حراره، الكل مريض، الكل بيسحر. ايوه. سؤال عندك، تفضلي. يلا. ايش الصيغه الكيميائيه للمي؟ H2O. H2O. جدع. كم النتيجه يا سعاد؟ 5-5. مفروض 5-5. كلنا صح. كلنا صح. في اي عضو من جسم الإنسان يتم إنتاج العصارة الصفراوية؟ شوف، عصارة الصفراوية في أكثر من ناس بيناقشوا فيها، لأنه هي من وين تفرز ومن وين تنتج، بس هي دائما مربوطة بالكبد والمرارة. والله لازم نشمل. كله طلعت بيولوجي 101. انتي وسعاد ما عندك كثير صحبه، غششيتها؟ لا لا والله ما رضيت. والله ما رضيت. ما رضيت، قالت لي بس حنسألك عن العواصم، ما جابتليش سيرة شيء ثاني. اسألي. دوري صح. وين بيصير هضم الكربوهيدرات؟ هضم الكربوهيدرات بمناخيري. لا لا، هي اول شيء بتاكل وين؟ هون. اذا وين هضم الكربوهيدرات؟ هون. وين؟ هون بالفم. بالفم. هضم الكربوهيدرات عشان هيك اللي بضلوا ياكل كربوهيدرات بنصح اكثر شيء، لانه اسرع امتصاص من التم. امتصاص سريع من التم دايركت، بيصير امتصاص وبينزل بيقعد بالكرش والجوانب. طيب سؤالك بيقول، ما هي اصغر الدول العربيه مساحه؟ لبنان. لا لا اصغر الدول العربيه مساحه ما بعرف. هو موجود بالخليج. بالخليج. عمان. عمان كبيره كثير بالخريطه. عمان كبيره. عمان كثير معروفه. واليمن كبيره وكثير صحبه احنا. دوحه. قطر. لا لا خلص، شو خلصنا. قربتي. قطر، الامارات، قطر، دوحه، عمان، يمن، خلصوا. الكويت ما حكيتيها والسعودية ما حكيتيها. لا كبار، ما هم طيب. عم بفكر بالصغار. العراق كبيرة، الكويت كبيرة، السعودية كبيرة. في نقطة زمان الإمارات قلنا إياها. ليش؟ أو مثلا بقول لك في واحد بحط سطلين مي فوق التلفزيون، ليه؟ ليه؟ ليه؟
عشان تيجي قاعة البحرين. البحريني نسيتها امبارح اجاني هدية من البحرين. لا يا شيخ بهارات والله اجا بهارات اجا دشداشة بس نسيت. ممتاز. ليش مش جاي لابسة دشداشة؟ عشان اخليها شوي اكثر للسهرات الرمضانية بالبيوت. تفضل السؤال عندك. يلا صراحة صعب هذا السؤال بس بحتر تجاوبه. من فتح الاندلس؟ صعب كثير. اسمه الاول طارق بن وانت قررت طارق بن زياد. ايوه انا ما راح اعرف اجاوبه. طارق بن زياد تمام. ما هي ايش كل الاسئله عن اعضاء جسم الانسان؟ شو فيه؟ لانه هذا تخصصيه مساعدتك يعني ما هي الاعضاء التي تستمر في النمو طوال حياه الانسان؟ المنخار هو الشيء الوحيد اللي يكبر هو الدينين. صحيح 100% الله عليك يا مريم. هيك بصير منخار اخر الحياه. سؤال عندك يلا صراحة صعب سؤالك. ما اسم المضيق الذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة؟ مضيق البسفور يا ستي. أوه والله شاطر جغرافيا نوعا ما. كم عدد فقرات العمود الفقري؟ 32. ها؟ قربت في شحطة إلا شحطة 31 33 صح الله عليكي. طيب أنا ب 32 يعني ها مشيت أموري. اسم المجرة التي تقع فيها الأرض؟ درب التبانة. ممتاز. هذه لها دخل بالجو بتحفظوها؟ لا صح؟ أنا مش اختصاصي جو أصلا. آه بس بقلك على هذا. 10 متعادلين 100% 8-9 ليه 8-9 النتيجة؟ طيب سؤال لأنه طيب سؤال لا أنا عندي ذا السؤال هات أسألك إياه قبل ما تلاقي سؤالي. طيب أوكي. ما هو العنصر الذي لو وجد في الحليب لأصبح الحليب غذاؤه متكامل؟ إيش نعمل عشان يصير عندنا عضلات؟ بروتين. لا لا إيش في جوا البروتين؟ إيش بترفع؟ إيش بترفع بالجيم؟ ويت. ايش ويت بالعربي؟ يعني وزن. ايش يعني ايش هو ايش من ايش معمول؟ يا بس حديد. مش معقول يعني. طيب اوكي الحديد. الحديد. طيب قد ايه هيك النتيجة احنا عندنا؟ بعرفش سعاد بتعرف قد ايه تعادلنا؟ 10-9 لمين 10-9 إلك طبعا سائلين. انت جاوبتهم كلهم انا لخبطت بالبحرين. اوكي بحرين بس عشان مجد موجودة معنا راح نقول لك انه النتيجة 6-11. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.